على كل الاحوال تعالوا نعرف شويه تفاصيل اكتر، ومعانا على التليفون الاستاذ احمد البكري وهو رئيس الاتحاد الالعاب الترفيهيه. صباح الفل على حضرتك يا استاذ احمد، واهلا بيك معانا. صباح الفل على حضرتك، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله، تمام والله يا رب دايما في احسن عاملين في القناه حبيبي، يا رب في احسن صحه واحسن حال. كنت لسه بقول من شويه، مش عارف حضرتك كنت سامعني ولا لا، الرياضه دي بتمارس سكندريا بشكل ما احكيلكش يعني، فإلى أي درجة هذا الأمر قد يكون مفيد في جلب أبطال أو يعني تكوين منتخب لهذه الرياضة؟ هو زي ما حضرتك قلت بالظبط، اللعبة دي في اسكندرية منتشرة جدا، اللعبة الشعبية تعتبر تقريبا من الألعاب الشعبية الكبيرة طبعًا جدا في اسكندرية. طبعا. وكمان في محافظات استحالية تقريبا في مصر زي بورسعيد والإسماعيلية، بس طبعا اسكندرية فيها أكبر عدد من الموجودين من الأبطال الموجودين. احنا الفترة الجاية ان شاء الله هنبتدي نعمل بطولات رسمية ليها. هنبتدي في اسكندرية ان شاء الله بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في اسكندرية. هنعمل بطولات وهنبتدي نعد منتخب مصر، وابتدينا نحط هنعمل دوات تحكيم ليها، وهنبتدي نشارك ان شاء الله الفترة الجاية في البطولات الدولية. احنا تواصلنا مع اكثر من اتحاد دولي زي اليوناني والبرازيلي ان احنا ان شاء الله نعمل بطولات دولية ان شاء الله باذن الله في مصر، ونستغل بالذات ان هي رياضة سياحية كمان، يعني السياح كتير بيمارسوها. طبعا. فهنستغل المناطق السياحيه اللي في مصر ونبتدي نشتغل على الرابط باذن الله الفتره الجايه. وهي كمان من ضمن الرياضات اللي بتمارس بشكل اكثر من رائع، وخصوصا على الشواطئ، واحنا ما اجمل شواطئنا الحقيقه، بحرين متوسط واحمر، فاكيد برضو ممكن تبقى من عناصر الجذب السياحي. بالظبط كده، ما ده خطه ان شاء الله دكتور اشرف صبحي الفتره الجايه، ان يبقى في رياضات جذبه سياحيه وتمارس على نستخدم الشواطئ المنتشره في مصر زي الراكت والفوتبولي. تمام. بما ان الراكت تحت مظله اتحاد الرياضات او المسابقات الترفيهيه، فايه خطتكم في الاتحاد يا فندم لانتشار هذه الرياضه بشكل موسع واكثر من اللي حاصل؟ احنا الفتره الماضيه تواصلنا مع كذا اتحاد، خدنا منهم القوانين اللي هم شغالين عليها، واشتغلنا كمان في قوانين، كان في ناس في اسكندريه كانوا شفنا اسكندريه بيلعبوها ازاي، وعملنا ميكس ما بين القوانين. هنبتدي الفترة الجاية نبتدي نعمل دوات تحكيم عشان يبقى فيه محكمين عندنا للعبة، وإن شاء الله هنبتدي نعمل بطولات رسمية في اسكندرية وفي بورسعيد وممكن في شرم الشيخ إن شاء الله الفترة الجاية، على أساس إن احنا يبقى فيه كذا بطولة في السنة سنوية ثابتة. عن طريقها هنبتدي نختار أحسن العناصر إن هي تمثل منتخب مصر إن شاء الله في البطولات الدولية. اوكي طيب. فجيب ان احنا كمان هنعمل مراكز تدريبيه على اساس ان اللعبه ينفع يمارسها جميع الاعمار السنيه، يبتدوا يخشوا فيها ونعمل ابطال ناشئين وابطال ان شاء الله يبقوا على المدى الطويل يعني. طيب، هل للاعب الراكت المصري خصوصيه او اوجه تفرد مخليها مختلفه عن لعيبه الراكت في دول تانية؟ هو لعب الراكت في مصر هنا الميزه ان هو في انواع، يعني كل دوله بيبقى ليها مضرب معين بيلعبوا بيه. هنا في مصر بصراحه الميزه ان احنا بنلعب اللعيب الراكت بيلعب بكل انواع المضارب اللي موجوده الراكت، فدي طبعا مديانا ميزه كويسه جدا، حاجه يعني كمان في اسكندريه كمان ما شاء الله عليهم بصراحه. جميل. طيب، انا بشكر حضرتك يا فندم على مشاركتك معانا ووجودك معانا في حلقتنا النهارده، جزيل الشكر، وتمنياتي لحضراتكم بالمزيد من النجاحات والتوفيق في القادم ان شاء الله.